هل يعني لا تشاركون القائمين على أمور السينما والمسرح في مصر في فكرة أنه لابد أن يكون هناك دور سينما، لابد أن يكون هناك دور مسرح حتى نشجع الإنتاج المسرحي والإنتاج السينمائي؟ طبعا يا ريت، طبعا كلنا بنتمنى هذا. وكمان في الاقاليم، الاقاليم صحيح ما فيهاش، صحيح للاسف الشديد الاقاليم ما فيهاش سينما. يعني الحقيقه احنا دايما يعني بنكرر هذا المطلب، انا اعتقد انه مطلب شعبي وفني، طبعا انه فعلا لابد ان يكون عندنا العدد الكافي من دور السينما ودور المسرح، خصوصا ان احنا الكثافه السكانيه زادت، تعداد مصر صحيح. بيزيد جدا، فلازم تبقى نسبه وتناسب. يعني لازم عدد دور العرض تناسب عدد السكان اللي في ازدياد مستمر. طب لو كان مثلا يعني احد الاشخاص بيقول طب الان الناس بتستغنى عن دور السينما ودور المسرح وبتشوف الناتج السينمائي والمسرحي عبر شاشة التلفزيون وعبر شاشات المنصات، مش حقيقي الحقيقة، لأنه لغاية دلوقتي السينما ليها فكرة مشاهدة السينما، أيوة. وفكرة المشاهدة الجماعية ليها خصوصية بتميزها. ولو كان الكلام ده حقيقي كان السينمات اللي في العالم كله قفلت. أيوة صحيح، بالعكس، دول بيطوروا أشكال السينمات دلوقتي، زي جيبها لك بشكلها عامل إزاي وشكلها عامل إزاي، عشان فكرة المشاهدة الجماعية مختلفة تماما عن المشاهدة المنزلية اللي بتخلي. وإحنا دايما حتى لما درسنا اتصال الفرق ما بين مشاهد التلفزيون ومشاهد السينما، الاتنين مختلفين عن بعض تماما. بالعكس، ده مشاهد السينما قاعد وبمزاجه داخل المكان، ومجبر انه يفضل قاعد ومركز في العمل، مفيش اي عوامل بتشغله.